رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الأربعاء طيب ده إحنا اللي قلناه من امبارح إن هيبقى في اجتماع يوم الأربع وهيتكلم فيه الأهلي عن القصة لكن أقول لكم إن الأهلي ما شرحش أو ما جابش سيرة لجنة الانضباط في بيان النهاردة تلقت مكاتبة من اتحاد الكرة متضمنة قرارات صادرة بحق الأهلي ما جابش سيرة لجنة الانضباط ليه؟ عشان الجاي ده الماتش يكشف لحضراتكم كيف يفكر الاهلي في اجتماع الغد في جزئيه قرارات لجنه الانضباط بخصوص كهرباء وهي كالتالي <applause> الاجتماع النهارده يعني الأربعاء من أجل مناقشة الملف كاملا وكيفية الرد على القرار بعد دراسة الموقف القانوني كاملا. الأهلي عكف خلال الساعات الماضية على إعداد ملف قانوني كامل للعقوبة التي تعرض لها اللاعب والحالات السابقة المشابهة لها في الملاعب قبل اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. انسحاب الأهلي من السوبر المصري أمام الزمالك يبقى أحد الحلول التي قد يلجأ لها المجلس حال نفذ اتحاد الكرة العقوبات لكن النادي لا يتسرع في قراراته وانما يتم دراسه الامر بعنايه وتأن كبير. النهارده السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي قال انه كل كل حاجه وردة لما اتسال على قصه الانسحاب. الاهلي قد يطعن على قانونيه لجنه الانضباط كونها لم تشكل بالانتخاب وانما تم تعيينها من قبل اتحاد الكره بالمخالفه للوائح طبقا لما يراه الاهلي. وعشان كده الاهلي النهارده في بيانه ردا على القرارات ما قالش ان جالنا قرارات من لجنه الانضباط باعتبار ان هو لا يعترف بها فممكن يستخدم ضمن ردوده عدم الاعتراف باللجنه باعتبارها ضمن ردوده غير قانونيه وبالتالي احنا ما بنقولش اسمها احنا بنقول ان الاتحاد بعت لنا حاجه كده بتقول ان احنا عندنا قرارات. طيب بالمناسبه اجتماع الاهلي ده هيبقى فيه بقى عدة امور منها منها قصة القانونية بتاعة اللجنة بس طبعا اللجنة بترد بانه الاهلي نفسه ارسل محمود عبد المنعم كهربا للتحقيق معه خلال الشهرين اللي تولد فيهم لجنة الانضباط المسؤولية بعد استقالة اللجنة السابقة وبالتالي بترى اللجنة وبيرى اتحاد الكرة ان ده اعتراف من الاهلي بقانونية هذه اللجنة لجنة الانضباط. طيب ايه بقى اللي جاي هل يوقف الاستئناف تنفيذ العقوبات ام لا مبدئيا كده سموحه النهارده راح قال لي يعني يخش في القصه وقال لي بعد خطاب لو سمحتوا اسحبوا الثلاث نقط بتاعت ماتش الاهلي وسموحه امبارح كهربا شارك بشكل غير قانوني خطاب رسمي بقى مبعوت للاتحاد وموقع من مجلس الاداره هو زي ما مكتوب قدام حضراتكم على الشاشه انه نتقدم بهذه الشكوى بمشاركه كهرباء في المباراه رقم 230 على ملعب استاد الجيش، ده مخالف لقرار لجنه الانضباط الذي اعلن ايقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء 12 مباراه، يرجى حفظ حق نادي سموحه بنقاط هذه المباراه والمدير التنفيذي اللي وقع عليها اللواء احمد سعيد، وده معناه ان مجلس الاداره هو اللي طلع القرار، لكن بعدها لما تواصلنا مع الاداره من شويه قالوا لنا لا ده كان خطا اداري، احد الاداريين اخطا وارسل الخطاب واحنا تراجعنا عن هذه الشكوى أساسا الشكوى ما كانتش تبقى منطقية لأنه...